قد تكون هذه الحملة التطوعية فريدة من نوعها، فهي تجسد روح التعاون مع مؤسسات حكومية لتقديم يد العون لتنظيف الدوائر والمدارس والشوارع العامة، خصوصا المطلة على مداخل المدينة بمساعدة عدد كبير من الشباب الكربلائي. تحت شعار كربلاء عاصمة التطوع انطلقنا اليوم في أحد مدن كربلاء أو نهر من أنهر كربلاء القديمة اللي هو خلف شارع السناتر لتنظيف النهر من النفايات. هاي حملتنا الثانية من بعد حملة نهر البوبيات. ممكن يستجزء من المشاهد يقول احنا متخصصين بالانهر، لا احنا مو متخصصين بالانهر، احنا اعمالنا تطوعية يعني العديدة ان شاء الله، يعني عندنا خطط نشتغل عليها من ضمنها تنظيف مدارس، تنظيف دوائر دار رعاية، يعني دار المسنين. البلدية تشيد بدور الشباب وترفيدهم بالإمكانات والآليات ليكون العمل يدا واحدة تجاه هذه المدينة ليستمر على جهد واحد، ونتيجة تسر الناظرين. أما الشباب فهم على استعداد تام ليكونوا يدا واحدة مع مدينتهم. تحتاج مدينتنا المقدسة الحبيبة إلى هذه النوع من الحملات بالتعاون أيضا مع بعض الشباب المتطوعين لتنظيف الأنهار وتنظيف بعض الأرصفة والشوارع لبيئة نظيفة صحية لجمالية ومظهر المدينة. من مديرية كربلاء المقدسة الدعم اللوجستي والدعم المعنوي، في الدعم اللوجستي يتضمن الآلات والمعدات، منها الآليات الكانسة والكابسة وإلى آخره من الآليات. راح تشوفونا بحملات ثانية مدارس وحدائق وأماكن عامة إن شاء الله. قد تكون الأنامل صغيرة ولكنها كبيرة تجاه ما يقدم لكربلاء لزيادة جماليتها، كونها مدينة مقدسة يحبها الملايين. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.